كل الفعاليات وكل الإجراءات اللي ممكن تتخذها الدولة والمجتمع ككل من أجل استقرار السوق وانتعاش الدينار العراقي والتعامل بالدينار العراقي. احنا ناس عراقيين أولا وأخيرا، عملتنا هي الدينار، دينار عراقي، بالتالي نتعامل به، نشتري به، نبيع به. شنو اعتمادنا على الدولار والدولار بهالطريقة هذه أخذ حياتنا، وصعود ونزول وتذبذب ومضاربة من قبل بعض، مضاربة من قبل بعض، وأيضا قضايا كثيرة صارت يأخذون الدينار من منصة البنك المركزي من خلال وكالات 132 ويبيعوا 46 47 48، وهذا هو كل جشع ومضاربة بالدولار وتجاوز على حقوق الناس وعلى الإنسان البسيط يعني. وبصراحة الإجراءات القانونية تجري على قدم وساق، سواء كانت في وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني. وزارة الداخلية 144 الخط الساخن، أي مواطن يبلغ خليه يبلغ على هذا الاتصال يقول إنه فلان محل، فلان مكتب، فلان كذا يبيع الدولار بهالطريقة هذه بالسعر هذا، أو يتعامل بالدولار. رسالتي للمواطن العراقي إنه يقطع أي تعامل وأي تاجر يتكلم بالدولار الأمريكي. لا، أريد ندعم اليوم الدينار العراقي، لأن قوتنا اليوم هو بالدينار العراقي، الموظف بالدينار العراقي، الكاسب بالدينار العراقي، الأعمال اليومية بالدينار العراقي. ليش تعمل بالدولار؟ أنا الآن خلينا ندعم الدولار، الدينار العراقي بدل الدولار أحسن ما يصير من اللي مثل ما صار بلبنان، وهسه لبنان منهار اقتصاديا. ورسالتنا إنه الشعب العراقي لازم يتوحد ويتعامل بالدينار العراقي، ورسالتنا إلى دولة رئيس الوزراء إنه يدعم المصانع العراقية على مود اقتصادنا يتقوى.